وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك على آله وصحبته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. أما بعد، اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ويسر أمورنا ويسر عيوبنا، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلمائنا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين في فقه السادة الشافعية. يقول: فصل وصلاة الجماعة. بيتكلم على صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة للرجال في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة عند المصنف والرافعي، والأصح عند النووي أنها فرض كفاية، ويدرك المأموم الجماعة مع الإمام في غير الجمعة ما لم يسلم التسليم الأولى وإن لم يقعد معه. وأما الجماعة في الجمعة ففرض عين ولا تحصل بأقل من ركعة. دي مقدمة الموضوع. يقول في الحاشية: فصل، أي هذا فصل. يبقى فصل انت بتضمها على انها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا فصل، كويس؟ يبقى فصل اي هذا فصل في بيان احكام الجماعة في الصلاة. والاصل فيها قبل الاجماع، الاصل في كتب الفقه يقصد بالدليل، الاصل في كتب الفقه يقصد بالدليل، كويس؟ الاصل فيها قبل الاجماع، يعني الدليل فيها على مشروعيتها قبل الإجماع، يعني دليل أن الإجماع منعقد على أنها مشروعة. يبقى قبل الإجماع يعني الكتاب والسنة، لأن تملي الأدلة بكتاب القرآن الأول ثم السنة ثم بعد ذلك الإجماع ثم بعد ذلك القياس ثم بعد ذلك ما يستجد من وسائل شرعية أصولية لفهم الحكم الشرعي كالمصلحة المرسلة وغير ذلك من أسباب معرفة الحكم الشرعي. لكن الأسباب المتعارف عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم بعد ذلك الاجتهاد الخامس الاجتهاد، والاجتهاد له وسائل كثيرة، كويس؟ يبقى والأصل أي الدليل على مشروعيتها فيها قبل الإجماع قوله تعالى، يقول لك الكتاب على طول القرآن، يعني قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، الآية. فدل ذلك على طلبها في الخوف. يبقى إذا كان ربنا طالبها في شدة الخوف وهي الحرب، يبقى في الأمن من باب أول، كويس؟ فدل ذلك على طلبها في الخوف ففي الأمن أولى. وقوله صلى الله عليه وسلم السنة، يبقى جاب لك الدليل من الكتاب، تاني حاجة الدليل من السنة. قوله صلى الله عليه وسلم كما في خبر الصحيحين: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، يعني المنفرد، ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، أي صلاة، يعني ب25 صلاة، يعني درجة هنا يعني بمعنى صلاة، يعني كأنه صلى 25 مرة أو 27 مرة. وزي ما قلت لك مرة، كان في قصة كده أحد الصالحين الناس الطيبين بتوع زمان الأولياء، قال واحد ضيف على أذان العشاء، هو متعود يروح يصلي الجماعة، فأحرج منه فقابله ودخله بيته وعلى ما ضيفه وأكله وشربه وسمع جايله ليه ومشاه، طلع يدور على مساجد البلد بتاعته يمكن يلاقي حد متأخر يصلي، لقى كل المساجد قفلت وكله صلى. روح البيت منكد وقال أنا هصلي العشاء 27 مرة علشان يعني يعاقب نفسي، فقعد يصلي العشاء ويخلص يسلم يقوم يصلي عشاء ثاني ويسلم يقوم يصلي عشاء ثاني، لما تعب نام وهو على سجادة الصلاة، فشاف نفسه في رؤية إن هو ماشي على رجليه وناس كتيرة راكبين فرسان وسبقوه، فأولها إنه مهما عمل مش هيحصل اللي صلى الصلاة الأولانية، مهما عمل حتى لو صلى 27 مرة مش زي اللي صلى العشاء مع الإمام،
شفت قد ايه واحنا كام فرطنا وكام ضيعنا. فالواحد ياخد باله. يبقى ايه؟ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، يعني المنفرد ب27 درجة، وكلمة درجة هنا يعني صلاة، وفي رواية ب25 درجة، أي صلاة ولا منافاة بين الروايتين. أصل واحد يقول لك هي هي، ويقول لك مرة 25 ومرة 27، ما تحلها لنا بقى. فهمت؟ حاجة من الاثنين، يا إما الصحابي روى بالمعنى في أحد الروايتين وده مستبعد، لأن الرقم صعب تروي فيه في المعنى، لأن الرقم نص. والراجح أن النبي قالها الأول في 25، وبعدين ربنا تفضل على الأمة خلاها له 27، فأخبر بالاثنين. أخبر الأول أن هي أصلا 25 درجة، وبعدين ربنا تفضل على الأمة قال لسيدنا محمد تاني خليتها لكم 27، فأخبر بالاثنين. ويبقى 27 يندرج فيها 25، ولا منافاة، سهلة يعني. ولا منافاة بين الروايتين، لأن الإخبار بالقليل لا ينفي الكثير، أو لكون الله تعالى أخبره أولا بالقليل فأخبر به، ثم أخبره تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها، أو لأن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين من خشوع وتدبر وتدبر قراءة وغيرهما. ولو كان بحيث إذا صلى منفردا خشع، وإذا صلى في جماعة لم يخشع، فالانفراد أفضل من الجماعة، هكذا أفتى الغزالي وتبعه ابن عبد السلام. قال الزركشي: والمختار بل الصواب خلاف ما قالاه، وهو كما قال. بيسألك مسألة هنا، بيفترضوا مسألة، لو كان لو صلى بيته منفرد يبقى خاشع كده ومش مشتت الفكر، ولو صلى في الجماعة يبقى متشتت، يبقى يصلي بيته أفضل مع مراعاة الخشوع، ولا يراعي الجماعة مع عدم الخشوع؟ أيهما أفضل؟ الإمام الغزالي في الإحياء قال لا، يصلي مراعاة الخشوع أولى من الجماعة. كويس؟ يبقى ساعتها يبقى يصلي منفرد مع الخشوع أفضل من جماعة بغير خشوع. ده رأي الإمام الغزالي وتبعه ابن عبد السلام. قال الإمام الزركشي ابن عبد السلام ولا عز ابن عبد السلام؟ جاء الإمام الزركشي حرر فيها وقال لا، الجماعة أولى، ويبقى يخشع في صلاة النافلة بقى. يبقى في النوافذ يخشع زي ما هو عايز، ويجي في الجماعه معلش يصلي بخشوع نص نص، بس يصلي الجماعه لإقام شعائر الدين، واخد بالك؟ ولكون اختلاف فيها في فرضياتها بين العلماء، مش كده برضه؟ ده في علماء قالوا فرض عين، والشافعي عندهم كده اربع اقوال فيه، اربع اقوال في حكم صلاه الجماعه، انها سنه عين او سنه كفايه، او فرض عين او فرض كفايه، واللي رجحه الامام النووي انها فرض كفايه. والمعتمد في المذهب انها سنة كفاية. خلاص؟ سهلة دي؟ يبقى ايه احنا الامام الغزالي ها؟ سنة عين؟ ما احنا قلنا فيه ثلاث اقوال، سنة عين؟ يعني يتعين على كل من تجب عليه الجماعة انه يحضر الجماعة، طالما لا يوجد عنده عذر من اعذار ترك الجماعة اللي احنا نقولها بعد. كويس؟ تبقى عين عليه. وفي سنة كفاية يعني اذا قام بها البعض تأتت السنة ومش مشكلة. كويس؟ ويبقى مش مكروه بالنسبة له لو صلى منفردا. لكن سنة العين لو صلى منفردا يكره له مطلقا. لكن لو قلنا سنة كفاية إذا قام بها البعض لا يكره له أن يصلي منفردا، تكون من باب الجائز وليس من باب المكروه. سهلة؟ إنما لو قلنا أنها فرض كفاية يبقى إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين ويجوز في حقهم مع الكرامة لترك الفردية. ولو قلنا فرض عين يبقى يأثم كل قادر على تركها، يأثم كل قادر على تركها، وتسقط الفريضة بصلاة المنفرد، تسقط عنه الفريضة لكن مع الإثم. سهل الحكاية دي؟ احنا في المسألة اللي هو الراجل اللي بيقول لك انا ببقى خاشع، بروح الجامع بتشتت، واقعد ابص لده واسمع ده، وده يخبط في رجلي وده يزقني، لكن انا لما بصلي لوحدي كده ببقى حاجة مفيش اجمل من كده. الامام الغزالي قال لك خلاص يبقى يصلي منفرد، وتابعه ابن عبد السلام. لكن الزركشي حرر المسألة وقال ايه لا، يصلي جماعة، يصلي جماعة، وده المعتمد، وهذا هو المعتمد. كويس؟ نقول له برضه صلي جماعة حتى لو خشوعك اقل، صلي جماعة. واضح؟ يعني المعتمد في المذهب ان صلاة الجماعة سنة ايه؟ لا، المعتمد في المذهب
هنا حسب ما يقرا المصنف هنا والرافعي على انها سنه. سنه مؤكده. سنه عين. واخد بالك؟ يعني يكره له تركها. سنه عين. مش سنه كفايه. ده المعتمد في المسجد. لكن الامام النووي قال ان هي فرض كفايه، ده الاولى من حيث النظر بالادله. ده راي الامام النووي. فرض كفايه. وفي قول انها فرض عين في المذهب برضه. يعني مذهب الشافعي في كل حاجه. في الاربعه. في كل حاجه. يعجبوك. قالوا كل حاجه. عشان كده مهما رحت هتفضل الشافعي برضه. مش هتعرف تهرب منه. ودي ده خصوبه داخل المذهب نفسه. دي خصوبه عاليه داخل المذهب نفسه. بحيث ان العلماء مهما وصلوا لدرجات كبيره من العلم زي الامام النووي والامام الغزالي والامام الروياني والقاضي حسين والائمه الكبار وابي اسحاق الشيرازي، دول ائمه كبار جدا، والازرعي كانوا ائمه كبار جدا، يعني ما تتصورش مهما اقول لك، ما عرفوش يخرجوا عن المذهب، ما عرفوش يبقوا اصحاب مذهب لوحدهم. فضلوا طول عمرهم شافعيين ما عرفوش يخرجوا مع شده علمهم واحاطتهم بايه؟ بالاصول والفروع في المذاهب كلها والادله. فضلوا برضه ما عرفوش يخرجوا عن مذهب. ده دليل ان مذهب الشافعي يستوعب كل الاراء وقواعده تتسع لكل المذاهب. وعشان كده غايه ما وصلوا ليه هؤلاء الائمه الكبار انه بقوا من اصحاب الوجوه في المذهب. من اصحاب الوجوه في المذهب، يعني ما عرفوش يخرجوا عن مظله الامام الشافعي برضه. واخد بالك؟ جزاه الله عنا خيرا. وعلشان كده بيقول لك ايه؟ قال الزركشي والمختار بل الصواب خلاف ما قالاه، اللي هو في الخشوع يعني ان يصلي جماعه بره. وهو كما قال، ده كلام البيجوري موافق على كلام الزركشي. وهو كما قال يبقى ده المعتمد اللي عليه الفتوى. متاخري الشافعي يقول لك اختيار البيجوري هو اللي عليه الفتوى، عشان كده كانوا بيدرسوا كتاب البيجوري لطلبه الازهر عشان يعرفوا المختار. واخد بالك؟ اللي هو استقر عليه ايه؟ المذهب. وفي الإحياء عن أبي سليمان الداراني أنه قال، سيدنا أبي سليمان الداراني من رجال الرسالة الكشيرية من الأولياء الكبار، أنه قال لا يفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب ارتكبه. يعني شؤم الذنب اللي ارتكبه يضيع عليه صلاة الجماعة. واخد بالك؟ دي حتة مهمة. دي رؤية الأولياء، لأن بيعرفوا إن المصاب الحقيقي هو حرمان الثواب. المصيبة الحقيقية انك تحرم الثواب، هي دي المصيبة الحقيقية. وربنا ما يصيبكش بمصيبة الا بذنب ارتكبته، لان ربنا بيقول وما اصابك من سيئة فمن نفسك. ولا شك ان ترك الجماعة مصيبة سيئة، يبقى لابد تدور على نفسك ليه فاتتك، اكيد انت عملت مصيبة سودة. ده كلام ايه؟ رأي الشيخ ابي سليمان الداراني. لا يفوت احدا صلاة الجماعة الا بذنب ارتكبه. وقد كان السلف الصالح يعزي بعضهم بعضا 7 أيام إذا فاتتهم صلاة الجماعة، وثلاثة أيام إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام مع الإمام. وصيغة التعزية ليس المصاب من فارق الأحباب، بل المصاب من حرم الثواب. ليس المصاب من فارق الأحباب، بل المصاب من حرم الثواب. يبقى لما يفوتوا تكبيرة الإحرام مع الإمام يعزوا 3 أيام. كأنه خسر مثلا كل أمواله في البورصة. شوف أنت بقى لما واحد يخسر كل أمواله في البورصة تبقى مصيبة بقى، قاعد بقى عامل معزة والناس رايحة جاية، لأن الدنيا كبيرة في مخ الناس، يروحوا يعزوه. إنما ما يفوتوا تكبيرة الإحرام عادي، كويس يا عم الحمد لله كتر خيرك، وأنت هتقطع نفسك. مش الناس بيقولوا كده لبعضهم في الخير؟ يقولوا أنت هتقطع نفسك، ما كفاية كده. لكن في الدنيا يقولوا اجتهد، لكل مجتهد نصيب. انما في اعمال الطاعات ما يقولوش اجتهد، يقولوا انت هتقطع نفسك، كويس كده الحمد لله يا سيدي. يعني يرضوا في الصالحات والامور الصالحه يرضوا بالقليل، قانعين ما شاء الله، حلوين عندهم قناعه بس في الخير. وبعدين في امور الدنيا لا يرضى الا بالكثير لانهم طماعين. وهي من خصائص هذه الأمة، صلاة الجماعة دي من خصائص أمة سيدنا محمد. ما تلاقيش أي أمة من الأمم السابقة عندهم صلاة يجتمعوا فيها كده ويقعدوا يصلوا جنب بعض صفوف. ما فيش، لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند الأمم السابقة. مش موجودة، دي خاصة بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جعل صفوفنا كصفوف الملائكة. دي نعم.
وخلى الملائكة تحضر معنا صلاة الجماعة كمان، يصلوا معنا ويأمنوا خرف الإمام، فمن وفق تأمين وتأمين الملائكة غفر له، دليل الملائكة بتصلي معنا وقت تقول أمين وراء الإمام، يعني حاجة نعمة مش موجودة في أي أمة سابقة، فده كرامة كبيرة لأمة سيدنا رسول الله ببركة رسول الله. وهي من خصائص هذه الأمة كما نقل عن ابن سراقة، وأول فعلها كان بالمدينة، يبقى بالمدينة الشريفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيصلي جماعة منتظم فترة إقامته في مكة قبل الهجرة، كان يصلي أحيانا مع واحد مع اثنين، لكن كلهم يصلوا فرادى لأنهم كانوا مستضعفين دار حرب، مكة كانت دار حرب مستضعفين، المدينة أول دار إسلام، فيبقى إيه أول فعلها بانتظام، يعني كان في المدينة الشريفة ومكث صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بمكة يصلي بغير جماعة لقهر الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأن كانوا منهم صحابة ضعاف مقهورين، لو كانوا راحوا جو يصلوا خلف النبي كانوا يضربوهم ويعذبوهم ويبهدلوهم، فكان كل واحد يصلي في مكانه، فكانوا يصلون في بيوتهم، فلما هاجروا إلى المدينة أقاموا الجماعة، الجماعة والجمعة بره، وأول جمعة جمعت في المدينة بره، ما صلوش جمعة في مكة قبل كده، قبل الفتح يعني، قبل فتح مكة وقبل الهجرة. وواظبوا عليه، فلما هاجروا إلى المدينة أقاموا الجماعة وواظبوا عليه، واستشكل بصلاته صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة صبيحة الإسراء جماعة مع جبريل، قال لك طب ما صبيحة الإسراء الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر جماعة مع بعض الصحابة، قال لك ما هو ده قلة، ما كانش يعني على صورة الشعيرة، يعني اللي كان موجود مع النبي سيدنا أبو بكر مثلا، سيدنا عمر، حد كده معاه اتنين تلات، سيدنا علي، يقعدوا يصلوا مع بعض الجماعة وطنهم ماشيين، لكن ما يجتمعش كل المسلمين اللي في مكة عشان يصلوا جماعة كالصورة اللي في المدينة، لا كانوش بيعملوا كده. يبقى وبصلاته صلى الله عليه وسلم بعلي وخديجة، فكان أول فعلها بمكة، وكان بيصلي جماعة برضو مع سيدنا علي يقف على يمينه وستنا خديجة خلفه، دي في أول الإسلام خالص، كل دي برضو احنا قلنا إيه، ليست على سبيل إظهار الشعيرة، وكان يصلي بها صلى الله عليه وسلم جماعة، وأجيب بأن المراد وأول إظهار فعلها، وأول إظهار فعلها مع المواظبة عليها كان بالمدينة، فلا ينافي ما ذكروا ما ذكر، فلا ينافي ما ذكر. والجماعة لغة الطائفة، يبقى الجماعة كلمة الجماعة كده من حيث معناها اللغوي هي الطائفة، الطائفة يعني المجموعة من البشر، وشرعا ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام فتتحقق باثنين فأكثر، ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام، يبقى دي هي للجماعة من حيث الشرع، يبقى الجماعة لما نقصد بها صلاة الجماعة، إن يبقى فيها اقتداء مأموم بإمام بحيث أنه يربط صلاته بصلاته، لما نقول مأموم بإمام يبقى تنعقد باثنين، أقل ما تنعقد به اثنين، فتتحقق باثنين فأكثر، لخبر الاثنان فما فوقهما جماعة، فكثرة الجمع وقلته سواء في حصول الجماعة، يعني من حيث التضعيف، سواء الجمع كتير أو الجمع قليل فالجماعة 27 درجة، طبعا الجمع لو زاد تبقى درجة أعلى، يعني درجة ضخمة، 27 درجة بس درجة ضخمة، ولما تبقى الجماعة قليلة تبقى 27 درجة برضه بس درجة قليلة، زي ما أقول لك أنا جبت دي ب 27 جنيه، ممكن يبقى جنيه سوداني، ممكن يبقى جنيه مصري، ممكن يبقى جنيه استرليني، مع التفاوت بقى في الأسعار مش كده برضه، فنفس الحكاية، فالدرجة دي أنت ما تعرفش قدرها إيه، يزداد قدر الدرجة لكن ما يزدادش عددها، يزداد قدرها بزيادة قدر الجماعة، واخد بالك إزاي، من حيث العدد والفضيلة، لما تصلي برضو جماعة مع ناس أولياء وعلماء وصالحين وعدد كبير والمسجد الكبير، مش زي ما تصلي جماعة مع ناس مبتدعين أو انطاجية قليلين في زاوية مركونين زي ما كان زمان بتوع التكفير والهجرة يصلوا لوحدهم في إيه
في حجرات كده مسلمة مع بعضهم عشان بيكفروا بقى الإمام اللي بيصلي في الجامع بره ده، ما ينفعش. فهمت؟ يبقى الواحد لما يصلي، حضرنا احنا الأيام دي، كنا ساعتها طلبة في الكلية، حضرنا العالم دي شفناهم يعني، وقرينا كراسات صالح سرية والعالم دي كلها، فربنا نجانا بمشايخ. فبيقول لك ايه بقى؟ فتتحقق باثنين فاكثر لخبر الاثنان فما فوقهما جماعه، فكثره الجمع وقله سواء في حصول الجماعه، يعني من حيث التضعيف، يعني كده من حيث التضعيف، لكن ما كثر جمعه افضل مما قل جمعه، ده كلام عام. كيفا وقدرا، يعني من حيث كيف اللي بيصلوا دول، حالهم ايه؟ اولياء، علماء، عوام؟ فهمت ازاي؟ يبقى تزيد، كل تزيد او تقل على حسب بقى كيفية الناس دي ايه. كويس؟ وقدرا برضو من حيث عددهم، كلما زاد العدد برضو تزيد الدرجة. لا كما وعددا، لكن العدد يفضل ثابت، هي 27 درجة برضو. فهمتني بقى؟ ولذلك ذكر في المجموع ان من صلى مع 10,000 له 27 درجة. عشان كده تعرف قيمة بقى اللي يروح يصلي في الحرمين في مواسم الحج، تعرف قيمتها دي. صلاة واحدة بس في الحرمين في مواسم الحج، أولا الأولياء بقى من جميع الجنسيات، والعلماء والصالحين واللي جايين يحجوا، وجميع الأعداد وجميع الأعمار، بالإضافة لشرف المكان وشرف البقعة، بالإضافة لشرف الزمان، عشان تعرف بس فضيلة انك انت ربنا يكرمك كده ويوجدك في هذه الاماكن في مواسم الحج، بس تحضر، بس تقف كده كتفك في كتف المسلمين وتسمع تكبيرة الاحرام وتصلي، يعني لو لم يكن الا هذا لكفى فضيلة. فالحمد لله على نعمة الاسلام. ولذلك ذكر في المجموع ان من صلى مع 10,000 له 27 درجة، ومن صلى مع 2 كذلك 27، لكن درجات الاول اكمل، يعني زي ما تقول بالعملة الصعبة، يعني درجات بالعملة الصعبة مش درجات بالعملة السهلة، والوقتي بقت كل العملات صعبة بسبب غلاء الأسعار، فنسأل الله أن يرخص الأسعار على المسلمين. وقد يكون قليل الجمع أفضل من كثيره في صور، بيقول لك في صور بقى ممكن يبقى الجمع القليل أفضل من الجمع الكثير في بعض الصور، هيدي لك منها أمثلة. وقد يكون قليل الجمع أفضل من كثيره في صور منها ما لو كان إمام الكثير مبتدعا كمعتزلي، أو معتقدا ندب بعض الواجبات كحنفي أو مالكي، لأن الحنفية عنده إيه؟ التشهد سنة، والصلاة على النبي سنة، وعند الشافعية دي ركن، يبقى صلاة الشافعي ثوابها أعلى، لأن أركان الشفع أكثر، والركن بياخد 70 درجة. فهم؟ والحنفي لا يبسمل في الفتحة، ولا يرى أن البسملة آية من الفاتحة، المالكي. والشافعي عنده البسملة آية من الفاتحة، فزدت عليه آية مع اعتقاد وجوب قراءتها، فآية ومع اعتقاد وجوب قراءتها فيها كم حرف، واضرب في 70، والسبعين في 10، يبقى شوف صلاته أعلى ثوابا، خدت بالك؟ أدي السبب، بدون طبعا ما ايه، ما تبقى الحكايه لدرجه انك انت تترك تحجر الجماعه، لا ما تحجرش الجماعه، ما قالكش احجر الجماعه عشان حنا افرض. ايوه، هم معتمدين على ان الورود في الصحابه معتمدين على ان ورد عن الصحابه كده، ورود الايات الحاجات اللي عن الصحابه، فعل الصحابه ورودها، ان اول ما كان يبدا به النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. كويس، معظم احاديث وعمل الصحابه ده عند المالكية في أصل مذهبهم يكره له البسملة، لكن لم نرى مالكي يفعل ذلك، كل مشايخنا المالكية كانوا يبسملوا ويجهروا، يعني الشيخ اسماعيل صادق العدو كان يقول كده، يقول أنا أبا عن جد مالكية ونبسمل في الفاتحة وأنا كالشافعي، واخد بالك؟ وكان لما تصلي وراي يقول بسم الله الرحمن الرحيم زي يدخل إلا. وكل في أول السورة بسملة، أي الكده في طيبة النشر اللي هو بتاعت القراءة العشر، وكل يعني جميع القراء العشرة بجميع رواياتهم، ودول ناقلين عن النبي بالتواتر، في أول السورة بسملة، يعني معناه والفاتحة سورة، يبقى كل بسملة في الفاتحة، دي كفاية دليل
لان ما تاخد دليل القرآن من القراء افضل ما تاخده من الفقهاء، مش كده برضو؟ القراء دي بتاعتهم، دي حتتهم بقى. فلما تروح للقراء يقول لك وكل في اول سورة بسملة، يبقى ماذا في الشافعي اقوى ولا مش اقوى بالمسألة؟ لانه ماشي مع القراء والفاتحة قرآن، فماشي مع مذهب القراء. بالإضافة لأن أثبتوا في المصحف الكوفي بسم الله الرحمن الرحيم وعدوها واحد، وده إجماع، إجماع متواتر. جات لنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مكتوب عليها واحد، مش كده برضه؟ افتح مصحفك تلاقي كده، مش معدونة واحد في المدني، في المصحف المدني، لكن معدونة في الكوفي، واخد بالك؟ يبقى مش معدونة واحد لكن مطلوب قراءتها، لأنه كل في أول سورة بسملة، فنافع نفسه بيبقى في أول سورة وإن لم يعدها واحد، فهم؟ بس يبقى ازاي تقولوا كده يا ملكية؟ يقول لك اصل فعل الصحابة، احنا مالنا بفعل الصحابة؟ هو انت دخلت ما يمكن كان بيقراها والناس من شدة ايه يعني تكرار المسألة نسيوا، هل هو كان بيقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، فبيقول الحمد لله من باب عنوان السورة، اول ما كان يبدا به الحمد لله رب العالمين، يعني عنوان السورة الحمد لله رب العالمين، زي ما اقول لك اول ما يبدا به الف لام ميم السجدة، يعني بقول لك عنوان السورة، مش معناه انه هو ما بيقولش بسم الله الرحمن الرحيم، مش كده برضه؟ يحتمل ده ولا ما يحتملش؟ يحتمل. لكن على اي حال عشان كده الشافعية يقول لك لما تصلي خلف شافعي افضل ما تصلي خلف مالكي، علشان صلاة الشافعي اركانه اكتر واعتقاده في الواجبات اكثر من اعتقاد غيره، يعني عندنا احنا واجبات عند غيرنا مندوبات، فهمتني؟ فإن الصلاة مع قليل الجمع أفضل حينئذ. ومنها، بس خد بالك في مصلحة بقى، كان زمان في الأزهر أيام العصور اللي كان فيها من حوالي 200 سنة مثلا، لما كان فيها نظام الدراسة المذهبية، كان الشافعية ليهم جماعة والمالكية ليهم جماعة والأحناف ليهم جماعة والحنابلة ليهم جماعة، كل واحد إمام بمحراب بصفوف في نفس الوقت، تخش الازهر كده وقت صلاه الظهر تلاقي اربع جماعات، واخد بالك؟ كل واحد مصمم ان هو يصلي. لكن الاولى اجتماع المسلمين على امام واحد اولى من تفرقهم على ائمه متعددين. وعشان كده لما ابتدى علماء الازهر ينظروا للمساله بنظره اوسع وارحب خرجوا عن المذهبيه ان اجتماع المسلمين طلب اولى، فهمت ازاي؟ من طلب ان تكون الصلاه اسود. يبقى اجتماع المسلمين على امام اولى من ان تكون الصلاه اكثر ثوابا، فهمت ازاي بقى؟ ففركشوا الحكايه دي كلها وخلوا بقى المسلمين كلهم يصلوا على امام واحد، وما تسالوش انت مذهبك ايه كمان، اوعى تسالوا، لكن وصوا الامام اللي يصلي امام بالناس مهما كان مذهبه انه يجهر بالبسمله. ليه بقى؟ عشان ياخدوا ايه؟ طيبوا خاطر الشافعي، وخروجا من خلاف الشافعي اوصوه انه لما تيجي تقرا الفاتحه تجهر بالبسمله، فهمت ازاي؟ ومنها مثال الاخر، يبقى ايه الامتى يبقى القليل افضل من الكثير؟ لو كان الامام مبتدعا في الكثير، في الجماعه الكثيره، يبقى ايه؟ زي المعتزله. ومنها ما لو كان امام قليل الجمع يبادر بالصلاه في وقت الفضيله فان الصلاه معه افضل. الامام اللي بيصلي بجماعه قليله ده بيصلي في وقت الفضيله، لكن الامام اللي بيصلي بالجماعه الكبيره بيتاخر قوي على ما الناس تجتمع وتيجي وتعمل، يبقى وقت الفضيله اولى مع الجماعه القليله من التاخر عن بدايه الوقت مع جماعه كثيره. ولذلك يقولون الصلاه مع الامام المستعجل افضل من الصلاه مع الامام الراتب المتاخر يعني. ومنها ما لو كان قليل الجمع ليس في ارضه شبهه وكثير الجمع بخلاف. الحته اللي انت بتروح تصلي فيها جماعه دي، ده بيصلوا في جامع ارضه مغصوبه، فهمت ازاي؟ الارض نفسها فيها شبه بوضع اليد كده، كرشوا المالك وقالوا هنعمل جماعه، والمالك ما كان عايز يبني بيت لعياله ويسكنه، راحوا قالوا له لا اصل دي على ناصيه وجنب موقف عايزين تبقى جماعه، عايزين نعمل جامع، وجاله حكم محكمة بالعافية فغصبوها منه، فالراجل مش موافق، يبقى دي أرض فيها شبهة لأنها مش تبنى، واخد بالك؟ يبقى حتى لو جماعة كبيرة أنا أروح أصلي في حتة تانية أرض ما فيهاش شبهة. فالسلف
السلامة من ذلك أولى، إنك تبعد عن الشبهة أولى يعني. ويندب، دي حاجات تستحب للإمام بقى، ويندب أن يخفف الإمام لكن مع فعل الأبعاد والهيئات. يبقى الإمام لما يجي يصلي جماعة بالناس يخفف، يعني التخفيف بطريقة مطلوبة. الناس طبعا العوام الوقتي يخفف يعني يقرأ آية واحدة، مش معناها كده. يخفف يعني ما يزودش الإطالة الزائدة اللي هي تتعب الناس. يعني مثلا الوقت تعرفنا ان ربع في الركعة ده حد أقصى في الجماعة للمناسب، واخد ده حد أقصى. ممكن تعمل نص ربع، تعمل الربع على ركعتين، بحيث انك لما تعمل كده في معظم الجوامع الناس ما تتضايقش منك. انما لما تيجي تصلي بيهم بقى ربعين في ركعة تبتدي الناس تكلمك، صح ولا لا؟ حتى لو في جامع متعودين يصلوا صلاة مستريحة. يبقى خلاص، يبقى التطويل والحاجات دي مطروح لعرف الناس. مع فعل الأبعاد والهيئات، يبقى يخفف يندب لو التخفيف مع ايه؟ مع مراعاة طبعا انه ايه؟ يقول الأبعاد والهيئات كويس. الأبعاد زي ايه؟ زي انه يقنط في صلاة الصبح، زي انه هو يقعد يقرأ التشهد الأوسط كده ويستريح فيه شوية، مش كده برضو؟ دي الأبعاد دي حقها. والهيئات زي قراءة سورة بعد الفاتحة، ما مش علشان مستعجل يقرأ الفاتحة ولا الله أكبر، لا يقرأ سورة بعد الفاتحة يهدي أموره شوية، يدي وقت للتسبيحات في الركوع كده حلو، يدي وقت للدعاء في السجود معقول، وهكذا. يبقى يراعي مثل هذه اللي إيه؟ المستحبات. إلا أن يرضى بتطويله محصورون، يبقى له أن يطول ما شاء لو كانوا بيصلوا في حتة مقفولة، زي مثلا احنا قاعدين في حته في اوضه وقافلينها على نفسنا عشان مثلا بنذاكر في المدينه الجامعيه، في اي حته، في معسكر، في الجيش، فاضيين في زنزانه زي الاخوان المسلمين رامينهم في الزنازين دلوقتي، وقاعدين بقى فاضيين وراهم ايه؟ يبقى ساعتها يطولوا بقى، ما هم في حته محصوره. لما يجي يصلي بيهم في الركعه يقرا لهم سوره الاعراف في ركعه، خلاص بقى ورانا ايه؟ هتقول لي ايه يعني وراك ايه؟ تقول لي طولت وانت رايح فين يعني؟ ما انت قاعد. الناس محصورين. فيبقى خلاص بقى، يبقى ساعتها ما يبقوا محصورين مش مشكله بقى يطول. الا ان يرضى بتطويله محصورون لا يصلي وراءه غيرهم. ويكره التطويل ليلحق اخرون ولو كانت عادتهم الحضور. هو مش عادته يطول قوي التطويل الزائد ده. لكن هو لما جاي يصلي لا يا دوب ما فيش وراه الا واحد بس، فقعد بقى يطول قوي في الركعه الاولى على غير عادته، علشان بقى الناس تيجي وتحصله، لانه عارف برضه انه فلان بيجي وجاره مش عارف بيجي. ده يكره. يكره ايه؟ طالما على غير عادته يعني، خد بالك. ويكره التطويل ليلحق اخرون ولو كانت عادتهم الحضور. نعم، لو أحس الإمام في ركوع أو تشهد أخير بداخل محل الصلاة مريدا للاقتداء به سن انتظاره لله تعالى إن لم يبالغ في الانتظار ولم يميز بين الداخلين وإلا كره. افرض أنا بقى بسجد السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة وسمعت رجلين داخلة وجلبة ناس داخلين، يبقى يستنى بقى ان انا اهدي شويه علشان الناس تخش وتقف تصطف وتلحق تنوي وعشان ياخدوا ثواب الجماعه. الا بقى لو كنت انا بعمل كده علشان اللي داخلين دول انا عارفهم، اصل ده عضو مجلس الشعب جاي وانا ليا مصلحه، فمجامله بقى من باب المجامله مطول شويه بقى علشان الراجل يلحق. يبقى هنا بقى ايه؟ تبقى ما يصحش. ليه؟ لانك خرجت من حدود ادب الصلاه، انت المفروض لا تراعي الا الله في المساله، فهمت؟ انما لما يبقى واحد انا متغاظ منه ومتخانق معاه مثلا، جاري وبيني وبينه شحناء مثلا او اي حاجه مشكله، وانا بقى بصلي امام وسمعت صوته جاي كده، اروح ايه؟ وانا كنت هقرا هدعي بعد التشهد، هو عندنا كده اروح مسلم علشان هو ما يلحقش يعني يقول الله اكبر. برضه مكروه كده، لان ده بيقول لك لله، طول له لله يعني حاجه لوجه الله، خليه يلحق حاجه. بس بشرط الا يبالغ في الانتظار ولم يميز بين الداخلين والا كره. يميز بين الداخلين يعني ايه؟ يعني في ناس يطول لهم وناس ما يطول لهمش، خيار وفقوس. ايه؟ ما ينفعش كده، ما يصحش. فهمت ازاي؟ يبقى دي مكروه.
لان كل دي اداب للامام، لان ربنا هيساله، لان دي بقت امانه. والا كره. والجماعه في المسجد، ممكن بقى اقول لك انا، طب ما انا حصل لي جماعه في البيت وفي جماعه في المسجد، ايهما افضل؟ الاثنين فيهم تضعيف. يعني انا حصل لي في البيت مثلا باولادي ومراتي، او عندي جماعه في المسجد، ايهما افضل؟ هي دي المساله، الاثنين فيهم التضعيف. والجماعة في المسجد وإن قل جمعه أفضل منها في غير المسجد كالبيت، لخبر صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. واضح؟ أي فهي في المسجد أفضل، لأنه مشتمل على الشرف، شرف المكان يعني، وكثرة الجماعة غالبا، وإظهار الشعار. يعني شوف وجودك في المسجد في ثوابات تانية هتفوتك لو صليت جماعة في البيت، منها السعي، السعي للمسجد، المشي ده للمسجد كل خطوة ليها ثواب، ومنها إظهار الشعير، شعائر الإسلام بتظهرها وبتعين عليه، واخد بالك؟ دي حاجة تانية، ثواب زائد فوق الصلاة. ومنها كثرة الجماعة، ومنها حضور الملائكة ومسلم الجن، كل دول بيصلوا ورانا برضو. يعني انت فاكر ان الجامع بيبقى فاضي؟ ده انت فاضي لانك انت اللي مش شايف، ده مليان ملائكة وجن. وإلا لو ربنا خلاك تشوفهم كنت هتتخيل، مش هتعرف تصلي. فربنا بس ستر على عينك علشان تعرف تصلي وتصلح حالك. وعلشان كده الأئمة اللي يجي لك في الصيف يصلي في آخر الجامع علشان تراوى جنب الشباك البحري، وفي الشتاء يقرب عند الهبلة، في مساجد يعملوا كده. ياخد بالك؟ يروح سايب النص القداماني بتاع الجامع يصلي، يقول لك أصل اللي بيحضر هو صف أو اتنين، يبقى كده بيقلل حضور الجماعة ممن لا يراهم وهم الملائكة والجن. فهمت ازاي؟ يبقى الأولى، والنبي كان لا يغير قبلتي صيفا وشتاء، كان يصلي إلى محرابه صلى الله عليه وسلم صيفا وشتاء، فيش حاجة اسمها يغير، يقرب على طول كده إلى محرابه يصلي إمام على طول بالناس. فالإمام اللي هو عنده علم وفقه ما يغيرش موضع إمامتي للناس في المسجد في الصيف عن الشتاء أو في قلة الجماعة عن كثرتها، لعلمه أن المسجد ملؤه جماعة من غير الإنس وهم الملائكة والجن، فيبقى بيزود الجماعة برضه. واضح الحكاية دي؟ ودي مشهورة في بلادنا دلوقتي، أن تلاقي إيه، يسيبوا نص الجامع فاضي ويصلوا من ورا، فيعني ما يلقش. لما تخش كده دليل أن إيه، قلة فقه الإمام أو منكفة أهل الحي للإمام، لأن برضو أهل الحي بيبقوا ساعات الناس اللي بيمواظبين على الصلاة ناس عصبيين، وكل يوم يخنقوه ويقولوا له لا احنا هنصلي هنا، هنا مش يا عم الجامع فاضي. يقول لهم يا جماعة، يقول لهم يا احنا كده متعودين بقالنا 20 سنة كده، هتيجي تعدل علينا ويبقى إمام لسه متخرج من كلية أصول الدين؟ طبعا مش عارف يناكف معاه، دول ناس كبار وده على المعاش، يقوم يسكت بقى، يبقى مغلوب على أمره. فساعات برضو منكفة المصلين تكون سبب لإيه؟ لقطع الخير. لأن لو نكفوا مصلى قدام هيبعتوا شكوى للأوقاف ينهلوه، مش ده اللي هيحصل؟ طيب فيروح ساكت مسكين. أحيانا عشان يبقى الصف مكتمل كده في العواميد، لا يضر، لا يضر، الأولى الاقتراب من المحراب ولو قطعت العواميد الصف. ليه؟ لأن طول المسافة بين المحراب وبين الإمام بتوسع مجال الرؤية أمامه، يقلل من ايه، من خشوع. والنبي كان يقترب من الجدار، واخد بالك؟ على طول، لان دي السنه المتبعه المستقره. حتى لو لم يكن جدار في الغزوات كان يروح حاطط غارز ايه، العنزه بتاعته عنده كده، زي حاجه زي عصايه صغيره زي رمح كده، يروح غارزها كده ويصلي اليها علشان ينظر اليها، يبقى موضع سجوده. لان كلما اتسع مجال الرؤيه في الخارج كلما اتسع ايه، السرحان في الداخل، كل ما تلاقي نفسك سرحان في الداخل كده جواك كمان تسرح. وكلما اقتربت وقل وضاق مجال الرؤية أمامك كلما زاد تركيزك في الصلاة وخشوعك. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زخرفة المسجد عشان برضه ما تقعدش تنشغل بزخرفتها، ونهى عن تشييد المساجد واصفرارها واحمرارها علشان ايه، ما تنشغلش بالألوان، وهكذا حاجات كتيرة، لأن مراعاة الخشوع أولى. نعم، يكره لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال. يعني الستات بقى اللي هي هيئتها كده حلوه قوي وقوامها ممشوق، او شكلها تخين قوي ومعروفه، اللي هي تكون معروفه قوي،
بالجمال او بالقوام المعين او بتاع، انها تبقى راحة جاية على الجامع الناس يعرفوها، ده يكره ليهم، يصلوا ببيتها بقى. يبقى اسمهم ذوات الهيئات، يعني هيئتها معروفة، واحدة تخينة قوي تبقى ماشية الدلدة، او واحدة بقى يعني مثلا جميلة قوي كل الناس عارفينها في الحي، واخد بالك راحة جاية بقى كده ممشوقة القوام وراحة جاية تصلي ويقول ما شاء الله حاجة جميلة، ده تقعد في بيتها ونخلص. فهمت؟ عشان ما تنزلش بشرها وتشغل الناس، فالواحد ياخد باله من الحكايه دي. دلوقتي ايه ذوات الهيئات؟ تدخل فيها المشهورات، اذا كانت امراه برضه مشهوره زي طبيبه مثلا في القريه، كل القريه عارفينها دي الطبيبه اللي مولده كل بنات القريه وستات القريه، فلو راحت الجامع راح جايه كل واحده بقى تقابلها في الشارع وتحكي لها وتعمل لها موال بقى، والستات يجتمعن عليها، يبقى برضه يكره، خليها صلي في العياده بتاعتك، ما تصليش في الجامع، ولانها بقت من ذوات الهيئات. فهمت؟ عضوه مجلس الشعب والشورى، واخد بالك ازاي؟ برضه هيجتمعوا عليها رايحين جايين بالطلبات وانده لنا، والست مش عارف ايه والست، وهكذا. يبقى دول كلهم اسمهم ذوات الهيئات. فهمت بقى؟ يكره مش يحرم، يكره مش يحرم، لكن الوهابية خليها ضلالة وفي النار ومش عارف ايه مشركينه ويروحوا 60 ده، لكن احنا نقول يكره بس، لكن لا يحرم، واخد بالك ازاي؟ ولا وليس شركا، لان عنده كل حاجة مش عارف تبقى شرك وتبقى مصيبة سبب. يكره لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل. طبعا ده كلام ستنا عائشة مش كلام النبي، لكن كلام النبي بيقول ايه؟ ده فهم ستنا عائشة. طب ما هو النبي عرض عليه احوال امته ليوم القيامة، ليه ما منعهمش؟ صح؟ يبقى ده فهم ستنا عائشة، وفهم الصحابي غير معتاد عند معظم الفقهاء لانه مجتهد، والمجتهد ما يلتزمش باجتهاد غيره، واخد بالك؟ لان النبي قال لا تمنعوا اماء الله من المساجد، حديث عام اهو، فهمتني ازاي؟ لا تمنعوا اماء الله في المساجد، ده حديث عام. يبقى لو ارادت انها تروح المسجد ما اقدرش امنعها لان النبي ما قال، وما اقدرش امنعها بكلام ستنا عائشه، لان انا هاخد كلام ستنا عائشه ولا كلام النبي؟ فهمت بقى المعنى؟ وعلشان كده قال لك يكره بس لفهم ستنا عائشه مش يحرم. فهمت بقى ليه الفقيه قال لك يكره وليس يحرم؟ لان لو كانت المساله كان حقها تبقى يحرم بقى على الاعتبارات دي كلها، يبقى حقها يحرم، لكن الفقهاء ما يدروش يقول لك يحرم لان الرسول قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. كويس؟ واحنا في زماننا ده بيعلمك بقى ما تمنعش حد، لان الوقت الستات طاحوا في كل حته وبقوا ماشيين في كل حته وبجميع الزينه وبكل حاجه ومن غير لبس حتى، بقت حكايه بقى يعني طفر. فما تجيش بقى ساعتها تقول اصل انت خروجك للمسجد هيعمل، طب ما هم خارجين سيبهم بقى يخشوا المسجد بجملت بقى، يمكن ربنا يثوبهم يعلمهم حاجه. فهمت؟ يبقى في زماننا ده تختلف المساله، لان خلاص طف الكيل. ولما في ذلك من خوف الفتنه، فصلاه المراه في بيتها افضل منها في المسجد، ومثلها الخنثى، والخنثى برضه اللي هي ايه؟ حد مش معروف جنسه ايه؟ زي سيد وبقى سالي. مشكله برضه. فده خنثى ده، واخد بالك؟ زي الخنثى يعني، وان كان ايه يعني مش باين لكن في التصرفات، فيبقى برضه يعامل معامله المراه. ويؤمر الصبي بحضور المسجد بالرغم انه غير مكلف، تاخده معاك، تاخد ابنك معاك المسجد رايح جاي علشان يعتاد ويراقب المسلمين كده وهما بيصلوا، ويحترم الجماعه ويتعلم بالتدريج كده ازاي اداب الجماعه، بحيث لما يوصل لدرجه التكليف ما يحتاجش ان هو يتنقل نقله كبيره، يبقى الحكايه جايه بالتدريج. ويؤمر الصبي بحضور المسجد وجماعات الصلاه ليعتدى، الا ان يكون امرا جميلا يخشى من خروجه الفتنه. لو كان واد جميل قوي قوي في بلد منتشر فيها اللواط وفيها اولاد الحرام كتير، يبقى لا قعدوا بقى شويه. زي بعض القرى في زي ما بنسمع كده في بلاد البترول، الناس المتعاقدين بيقولوا لنا احنا الحمد لله ما اشتغلناش هناك ولا شغل، بيقول لك يخاف على ابنه اكتر ما خاف على بنته في بعض البلاد. والله انا سمعت كده من بعض الناس،
يقول لك انا اخاف على ابني اكتر ما اخاف على بنتي، فاذا كان كده يمنع بقى. فهمت ازاي؟ برضو ايه اذا كانت المسألة كده. فيكون كالمرأة وتحصل فضيلة الجماعة بصلاته في بيته بزوجته، يبقى يحصل التضعيف بصلاته في بيته بزوجته او نحوها، او نحوها يعني اي امرأة، يعني مش شرط تبقى امراته، يعني مش شرط تبقى ايه اللي هتصلي وراك مراتك. يعني انا في المستشفى وبصلي جماعة وجات حكيمة صلت ورايا ما يجراش حاجة، مش يجي لها وقت ملتها الحكيمة تقول لها ايه ده انت بتصلي ورا الدكتور اليسري، ده انت لازم تصلي ورا جوزك بس. الله، هو انت لما بتروح تصلي امام في الجامع والستات بيصلوا وراك كل دول انت متجوزهم؟ حاجة غريبة يعني، ازاي يجي في بالهم الحكاية دي؟ يعني والله انا سمعت الحكاية دي بالنص، لك لا ما تصليش حد الا وراء محرم، ابوكي اخوكي جوزك، انما ده اجنبي عليك ازاي تصلي وراه؟ لا، جابوا الحكم ده منين؟ ما عرفوش. حاجه غريبه. انا مش عارف، بس سمعت ان هو لما يكون يعني كل النساء الاغنياء مفيش رجال بيصلوا معاه، طالما مكان مفتوح، طالما مكان مفتوح، طالما مكان مفتوح ما فيهاش حاجه. افرض انا الوقت دخلت المسجد هنا واذنت وما فيش ولا راجل من رجال الحي هون، والستات جم دخلوا ووقفوا هنا، يكره لي ان انا اصلي بيهم؟ ما يكرهش ولا حاجه، هم في مكانهم وانا بصلي امام في مكان، خلاص مفيش حاجه، مش مشكله. لا ده في مشكله ثانيه ساعات كمان في بعض الستات العوام، ودي بتحصل يعني بتشوف. مره برضه انا داخل اوضه كده بجيب حاجاتي، اوضه جنب اوضه العمليات كده اسمها اوضه اللبس بتاع الاطباء، ففتحت وخبطت محدش رد، رحت فاتح الاوضه لقيت حكيمه بتصلي، راحت طالعه من الصلاه، طلعت خالص من الصلاه. طب ليه يا بنتي؟ تقول لي اصل انا قالوا لي لو دخل راجل وشافك. غريبه يعني، جابوا منين الاعتقادات دي؟ انا مش عارف. لا وتقول لها كده، تقول لي ده امي بتقول كده وجدتي كانت بتقول كده، ده حاجه يعني متوارثه في العيله، جابوها منين؟ مش عارف. مش عندنا برضه لو دخلت على واحده من اهل الكتاب بنصلي. لا جابوها منين برضه؟ حاجه غريبه بالشكل. فلازم الناس تعرف الاحكام السهله دي بسيطه، دينا حلو يعني ما فيهوش المشاكل دي. وتحصل فضيله الجماعه بصلاتي في بيتي بزوجتي او نحوها، بل او نحوها يعني، او جارته بتزوره ومع عيالها وجوزها مثلا، وبعدين جه صلى هو بيهم وهي تصلي وراه، مش علشان هو راجل اجنبي عنا ما تصليش. لا ده مذهب مين؟ مذهب الحكيمات. فتاخد بالك من الحكايه دي. بل تحصيله الجماعه لاهل بيته افضل. لو كان اهل بيته دول، واخد بالك، اهل بيته ما بيروحوش الجامع، عادتهم كده، والجامع عمران اللي في الحي، يبقى يصلي بيهم افضل. واخد بالك؟ تحصيله الجماعة لأهل بيتي أفضل. دي في ظروف ضيقة. كويس؟ يبقى إيه؟ لو كان أهل بيته مش هيروحوا يصلوا جماعة، لو سابهم هيصلوا فرادى. هو عارف كده كويس، والجامع اللي جنب بيته هو ما بيصليش إمام بالناس، ده هو بيصلي مأموم. والجامع عمران بيه وبغيره. يعني مش هتفرق غيابه، مش هيفرق كتير. يبقى ساعتها يحصل الجماعة في بيتي أفضل. لكن لو كانت الجماعة في المسجد الحي متوقفة عليه، هو اللي بيفتحه ومعاه مفتاح، هو اللي بيأذن، هو اللي بيصلي بالناس، ما يقولش بقى ايه شوف الشيخ البيجوري بيقول كده يروح قاعد مبلط في بيته. لا، يبقى الشيخ البيجوري بيقول حاجة في صورة معينة، خدت بالك؟ وصلاة الجماعة للرجال في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة. وصلاة الجماعة في العبارة قلب. بيقول لك خد بالك ان العبارة دي مقلوبة، والاصل جماعة الصلاة، والاضافة على معنى في اي، على معنى في، يعني والجماعة في الصلاة، يعني حق تبقى العبارة والجماعة في الصلاة سنة، لان قد تكون الصلاة فرض اصلا، فازاي تقول لي وجماعة الصلاة سنة وانا بصلي ظهر والظهر فرض؟ عايز يبين لك ان ازاي تميز في العبارة. فهو انا بيتكلم على الجماعة مش على الصلاة ذاتها، لان الصلاة الظهر دي فرض بالاجماع، لكن الجماعة فيها بقى ايه حكمها؟ فهو بيتكلم على الجماعة فيها، مش فهمت؟ ادي معنى
عشان يعلمك الفقيه ازاي يبقى عندك دقة في فهم العبارة. واضح الكلام؟ في العبارة قلب والاصل جماعة الصلاة والاضافة على معنى فيه، اي الجماعة في الصلاة. وانما اولنا كذلك ليصح الاخبار بقوله سنة، وإلا فالصلاة فرض لا سنة، مش كده برضو؟ للرجال، انما قيد بهم لكونهم محل الخلاف. يعني النساء كمان بالسنة تحضر الجماعة، تحضر الجماعة سنة. طب ايش معنى للرجال؟ واخد بالك؟ خد بالك برضه، عايز يأيد لك يبين لك ليه قال كده. انما قيد بهم لكونهم محل الخلاف. اما النساء فهي سنة في حقهن قطعا، ما حدش قال ان فيهم فرض عين او فرض كفاية. في النساء بالاجماع عند جميع المسلمين صلاة الجماعة في حقهم، حضور الجماعة سنة مش فرض خالص. لكن انا لما قال في الرجال علشان الخلاف في الرجال، نسألوا فرض عين ونسألوا فرض كفاية ونسألوا سنة عين ونسألوا سنة كفاية، فبيتكلم عن الرجال اللي هم موضع الخلاف. إنما النساء ده السنة بالإجماع، واضح؟ أما النساء فهي سنة في حقهن قطعا، يعني بلا خلاف. وبهذا اندفع قول المحشي صريح هذا، يوهم أنها لا تسن للنساء، وليس كذلك. فلو أسقطه هنا وقيد به عند القول بأنها فرض كفاية لكان أولى. انتهى. وقد يقال إنما قيد بالرجال على القول بالسنية، لأن سنيتها في حق الرجال فوق سنيتها في حق النساء كما قال، وعلى القول حتى بسنيتها للاثنين، فتتأكد للرجال أكثر من النساء. صح؟ طيب. في الفرائض إنما قيد بها لأنها محل الخلاف برضه. يبقى في صلاة الفرائض الجماعة في الفريضة هي اللي برضه إيه قيد بها عشان محل الخلاف. إنما قيد بها لأنها محل الخلاف نظير ما تقدم. أما النوافل فمنها ما تسن فيه الجماعة اتفاقا، كالعيدين والكسوفين والاستسقاء والتراويح، دي كلها صلاة سنن تسن فيها الجماعة ويجوز الانفراد فيه، كويس؟ لكن تسن. ومنها ما لا تسن فيه اتفاقا بل يسن فيه عدمها، كالضحى والرواتب اللي هي السنن القبليه والبعديه للصلوات الفرائض، وقيام الليل يسن فيه عدم الجماعه وتشرع فيه الجماعه، يعني تجوز، يجوز ان يصلي جماعه في هذه الضحى يجوز، لكن السنه الا تصلى جماعه الافضل يعني. وعشان كده احنا قعدنا قاعده الشافعيه، قالوا ايه؟ قالوا ما لا يشرع فيه الجماعه تجوز فيه الجماعه، وما شرع فيه الجماعة يجوز فيه الانفراد. القاعدة يعني التراويح شرع فيها الجماعة وتجوز الانفراد، كويس؟ والضحى لا يشرع فيها الجماعة، واخد بالك، وتجوز فيها الجماعة. واضح؟ فاندفع ما يقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أحيانا الضحى في حديث عتبان في البخاري لما راح زاره عشان يعمل مصلى في بيته، وصلى جماعة النبي ركعتين وخلفه عتبان، وإيه واصطفقت أنا والعجوز خلفنا، مش كده؟ أي كده الحديث. يبقى صلى أحيانا الضحى جماعة، وفي صلاة الليل معروف زي عبد الله بن مسعود صلى خلفه صلاة الليل، وكثير من الصحابة صلوا خلف النبي صلاة الليل، ونقلوا لنا صلاة الليل النبي أصلا لما صلوا جماعة وقال هممت بأمر سوءا أدع النبي وأنام، لما لقى النبي دخل في سورة البقرة خلص، قال حيركع بالبقرة ما ركعش، دخل في النساء خلص، قال حيركع بالنساء، دخل في آل عمران خلص، فقال هممت بأمر سوء أن أدعه وأنام. واخد بالك؟ يبقى دليل أن هو صلى خلفه جماعة في قيام الليل. فهمت إزاي؟ يبقى ما لا يشرع فيه الجماعة يجوز فيه الجماعة. فهمت القاعدة ماشية إزاي؟ في التراويح برضه صلاة الجماعة حتى صلاة الفرض فيها التضعيف، فيها التضعيف. 27 درجة بالنسبة للنوافل. مش بالنسبة للفرض. يعني قد النافلة في البيت. بس خد بالك ان النافلة في رمضان بفريضة فيما سواه. النافلة في رمضان بفريضة فيما سواه، والفريضة في رمضان بسبعين فريضة فيما سواه. فاندفع ما يقال انما يتجه التقييد بالفرائض على القول بانها فرض كفاية فتأمل. غير الجمعة، غير بنصب غير على الاستثناء، يعني إلا الجمعة، غير بمعنى إلا، لأنها بمعنى إلا، فتعرب إعراب المستثنى وتضاف إليه فيجر بها، والجمعة تبقى مجرورة بأداة الاستثناء يعني.
على سبيل الإضافة كما تقرر في النحو، وقيل على الحالية إنها تنصب على الحالية غير، والأول أقعد يعني مناسب للقعد أكثر لبعد المقام عن الحالية، وقيل بجر غير على أنها صفة، غير الجمعة يجر غير على أنها صفة، وفيه ضعف. إيه الضعف؟ لأنها لا تتعرف، لأنه يقول لك في الفرائض، والفرائض معرفة، بس زي يقول غير هنا، غير هنا صفة، وغير دي أصلا نكرة، والصفات بتتبع الموصوفات من حيث إيه التنكير والتعريف والإفراد والجمع والتأنيث والتذكير، مش كده برضو؟ فقال لك إيه علشان كده قال لك دي ضعيف وفيه ضعف لأنها لا تتعرف، غير دي لا تتعرف حتى بالإضافة، يعني غير دي بتبقى نكرة حتى الإضافة لا تعرف إلا إذا وقعت بين ضدين بس، كما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، غير هنا في الفتحة صفة للذين، كويس؟ فإن غير في الآية إعراب صفة للذين مع كونه معرفة، لأن الإبهار في غير ارتفع بكونه لا ثالث للقسمين، كويس؟ ولو جعل الجر هنا على البدلية، يعني ما نقول في الفرائض غير الجمعة كبدل من الفرائض البدلية لكان أصوب من أننا نقول على أنها صفة، يبقى يجوز فيها الجر على البدلية ويجوز فيها النص على أنها أداة استثناء وده أقعد، ويجوز على أنها تكون حال وده ضعيف، واضح؟ وسيأخذ الشارح محترز ذلك بقول أما الجماعة في الجمعة ففرض عين، فبيقول لك بقى والجماعة وصلاة الجماعة، يعني الجماعة في الصلاة للفرائض للرجال بغير الجمعة سنة مؤكدة عند المصنف الرافعي، سنة مؤكدة عند المصنف الرافعي أي سنة عين، أي سنة عين يعني متعينة على كل قادر غير معذور لترك الجماعة. وقيل ده ضعيف سنة كفاية، وقيل إنها فرض عين، وقيل فرض كفاية، يبقى أربع أقوال وهو الأصح كما قال الشارح، يبقى الأصح اللي صححه إيه اللي هنا كلام النووي إنها فرض كفاية كما قال الشارح، والأصح عند النووي أنها فرض كفاية، فجملة الأقوال أربعة، الراجح منها أنها فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان أي غلب فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية أي البعيدة، فدل قوله لا تقام فيهم الجماعة على أنها فرض كفاية، ولو كانت فرض عين لقال لا يقيمون، ولا بد من ظهور الشعار بإقامتها بمحل في القرية الصغيرة، محل واحد في القرية الصغيرة، وبمحال يعني أماكن متعددة في القرية الكبيرة والبلد والمدينة بحيث يظهر بجوانبها شعار الجماعة، فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها شعار لم يسقط الفرض، فإن امتنعوا من إقامتها على ما ذكر قاتلهم الإمام أو نائبه دون الآحاد، دون أحد الناس، يبقى لازم تبقى لو حصل ان تعرفت قرية معينة او مدينة كبيرة معينة على عدم صلوات الجماعة وما يفتحوش الجوامع الا يوم الجمعة بس وبقيت الاسبوع كله مقفولة، وتعرفت القرية دي على ذلك، يبقى الامام له ان يبعت ليهم ايه نائبه والامن المركزي والشرطة علشان يفتح المساجد ويؤمر اهل الحي ان هم يخشوا يصلوا في الجامع، واخد بالك؟ وده يكون فعل الإمام مش فعل الأحاد، مش يجي لك شوية عصبجية يفتحوا الجامع ويطلعوا يجيبوا الرجالة من بيوتهم واخد بالك وينزلوهم الجوامع، ما ينفعش، فهمتني؟ ما ينفعش، يعني مش بفعل الأحاد، ده بفعل الإمام أو نائب اللي هي وزارة الداخلية اللي عندها السلطة التنفيذية دلوقتي، مش السلطة التنفيذية في الداخلية؟ طيب. والأصح عند النووي أنها فرض كفاية وقد تتعين
حتى على القول بفرض الكفاية قد تتعين، تبقى ساعتها فرض عين على بني آدم معين في لحظة معينة. إمتى؟ لعارض، كما لو وجد الإمام راكعا وعلم أنه لو اقتدى به أدرك ركعة في الوقت، ولو صلى منفردا لم يدرك. أنا داخل لقيت ناس بيصلوا جماعة والمغرب قرب جدا، فاضل لحظات والمغرب حيدن وأنا عايز أصلي العصر، ولقيت ناس متأخرين زي بيصلوا جماعة، واخد بالك، والإمام راكع، وأنا لو قلت الله أكبر وقريت الفتحة قبل ما أركع حيدن، لكن لو ركعت معاه ألحق أجيب السجدتين وأبقى اتحسبت لي ركعة قبل الغروب. يبقى في الحالة دي يتعين في حق الجماعة، يتعين في حق الجماعة لإدراك الصلاة في وقتها، فهمت؟ دي صورة يبين لك امتى تبقى متعينة في حقك انك لازم تدرك. لو دخلت لقيت في اخر الوقت ناس بيصلوا جماعة والامام في الركوع، فلو انت نويت وخدت وقت الفتحة ما تقدرش تدرك ركعة كاملة قبل خروج الوقت، يبقى ساعتها يتعين لك ان تركع وتدرك ركعة مع الامام، واخد بالك، علشان تدرك الصلاة في وقتها. والمراد أنها فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين المستورين غير المعذورين في أداء المكتوبة في الركعة الأولى. دي حتة مهمة، دي هنشرحها المرة الجاية. والمراد أنها فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين المستورين. مستورين يعني مش متعريين، يعني لو واحد ما عندوش حاجة تستر عورته ما يروحش يصلي جماعة، يبقى لازم يبقى اللي يحضر الجماعة يبقى مستور، واضح؟ يبقى من أسباب التخلف عن صلاة الجماعة عدم وجود ما يستر عورتي فيصلي في بيتي، إلا أن يكون الحي كله عميان يبقى ما تفرقش. والمراد أنها فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين، لأن المسافر مش واجب عليه والرقيق مش واجب عليه، غير المعذورين اللي ما عندوش عذر زي مرض، زي واكل كرات وريحته وحشة، او عنده انفلات ريح، او عنده سلس بول هينجس المسجد، كل ده يمنعه من حضور الجماعه. كويس، في اداء المكتوبه في الركعه الاولى. ويبقى ايه الركعه الاولى؟ انما لو انا بدات الصلاه منفرد لان مفيش جماعه، وبعد ما خلصت الركعه الاولى لقيت في جماعه، يبقى مش فرض عليا ان انا انوي معاه، لكن يجوز. فهمت؟ عشان كده بقول لك الركعة الأولى فرض كفاية. وفي الركعة الأولى منها فلا تجب على النساء ومثلهن الخناثة، هيمسك لك الرجال عكسهم ايه النساء، يمسك لك كل واحد يجيب لك عكس، نقراها المرة الجاية ايه علشان اتأخرنا شوية النهارده. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يوم السبت القادم إن شاء الله هيبقى في درس بالليل، لكن مش هيبقى في درس بالنهار في الأصل. يوم السبت القادم هيبقى في درس بالليل فقه، لكن في الأزهر مش هيبقى في درس بالنهار، علشان هنكون جايين من سفر عشان الناس تلحق تنام وتستريح ويفطروا كده براحتهم ويدلعوا نفسهم. ما هو الفقيه برضه لازم يراعي أحوال الناس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن نستغفر وتوبه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما بلغ شبهه.